بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أصدقائي في حصة الرياضيات للسنة الثالثة إعدادي مع مبرهنة طاليس المباشرة. إذن نعتبر المستقيمين AB و AC بحيث المستقيم MN يوازي BC. القاعدة ماذا تقول؟ ABC مثلث، ABC مثلث، و M نقطة تنتمي إلى AB و N تنتمي إلى AC. M تنتمي إلى AB و N تنتمي إلى AC. إذا كان المستقيم MN يوازي BC، MN يوازي BC، فإن حسب مبرهنة طاليس المباشرة AM على AB، AM على AB يساوي AN على AC، AN على AC يساوي ماذا أيضا؟ MN على BC، MN على BC. إذن عندنا ثلاثة أشكال، إما المستقيم MN داخل المثلث ABC، الحالة الثانية المستقيم MN يوجد تحت المثلث ABC، وهنا المستقيم MN فوق المثلث ABC. نفس الخاصية، يعني المستقيم إذا كان MN يوازي BC فإن AM على AB، لاحظوا هنا عملنا القطعة الصغيرة على القطعة الكبيرة، نحتفظ بنفس الترتيب الصغيرة على الكبيرة. إذن كذلك هنا الكبيرة ضلع الأكبر AM على AB، AM على AB يساوي ماذا؟ نفس الترتيب AN الكبير على الضلع الصغير AC، AN على AC يساوي ماذا؟ الضلع الكبير MN على BC. نفس الخاصية بالنسبة للشكل الثالث، إذن AM على AB، AM على AB نحتفظ بنفس الترتيب تساوي AN على AC، AN على AC تساوي كذلك MN، MN على BC. مثلا إذا أعطونا في هذا الشكل وأعطونا مثلا AB تساوي 8 سنتيمتر و AC تساوي 4 و AN تساوي 2، السؤال هو أحسب المسافة AM. إذن غنحاولوا نحسبوا المسافة AM شنو كتساوي. للبرهان نكتب دائما لدينا في المثلث ABC لدينا المستقيم NN يوازي المستقيم BC حسب مبرهنة طاليس المباشرة، فإن ماذا قلنا؟ AM على AB الضلع الصغير على الضلع الكبير، AM على AB تساوي ماذا؟ AN على AC، AN على AC. لاحظوا أصدقائي أنه بالنسبة للمتساوية الثالثة يكفي، لاحظوا أن النقطة A تتكرر، A A A A. إذن نستنتج هنا من النقط M N النقط المتبقية تساوي M N على B C، وبالتالي نحن نريد حساب المسافة A M. إذن نأخذ هذه المتساوية، لدينا A M على A B تساوي AN على AC، نحن نريد حساب المسافة AN. هنا نطبق الخاصية A على B يساوي C على D، فإن A في D يساوي B في C، A في D يساوي B في C، يعني AN في AC تساوي AB في AN، أو بكل بساطة AB هتمشي للطرف الآخر، AB
هتمشي للطرف الاخر. هنا عندنا قسمه، الا مشات للطرف الاخر تصبح ضرب. اذا تصبح لدينا المسافه ان تساوي ماذا؟ ان على سي في ابي. ابي كانت في الطرف الايسر، مشات للطرف الايمن. الضرب عفوا القسمه يصبح الضرب. اذا يكفي ان نعوض المسافه ان و سي و ابي بالقياس ديالها، نحصل على المسافه ام تساوي ماذا؟ ان. المسافه ان تساوي 2 مقسومه على سي، سي تساوي 4 في المسافه ابي، ابي تساوي 8. اذا 8 في 2 16، 16 مقسومه على 4 تساوي 4، وبالتالي فالمسافه ام تساوي 4. اذا مبرهنه طاليس المباشره نستعملها لحساب المسافات. دائما كيعطيونا التوازي، ضروري يكون التوازي، ونحسب نحن نحسب المسافات. في الحصه المقبله سنرى ان شاء الله مبرهنه طاليس العكسيه. اذا هناك خاصيه او لحساب المسافات، مثلا لدينا اكس، اكس على 2 تساوي 4 على 8 تساوي 1 على 2. اذا اردنا حساب اكس ناخذ هذه المتساويه الاولى، اذا نكتب اكس على 2 يساوي 4 على 8، وبالتالي 2 تذهب الى الطرف الاخر، القسمه تصبح ضرب تساوي اكس 4 على 8 في 2، 2 مشات للطرف الاخر. وبالتالي نحسب بكل بساطه، في حاله اذا كان لدينا اكس في هذا المكان، اكس في هذا المكان، شنو كنعمل؟ كنقلبوا المتفاوته، تبديل المتفاوته. نبدا ب 4 على اكس تساوي 8 على 2، فقط كتبقى المتساويه كما هي. شنو عندنا؟ اكس في الاسفل، اذا نكتب نضد اكس نرجعوه في البسط، كان في المقام نرجعوه في البسط. فاذا كتبنا اكس على 4 البسط، قلبنا البسط والمقام، كذلك 8 البسط والمقام، تصبح 2 على 8. ثم اصبحنا دائما في الحاله الاولى التي راينا سابقا اكس هنا، وبالتالي فاكس يساوي 2 على 8 في 4. اذا هذه طرق لحساب المسافات.